لكل متابعي قناة زاجروس الفضائية. نحن هلأ موجودين بمدينة دهوك الجميلة لتغطية اليوم الثاني من فعاليات مهرجان دهوك السينمائي بحلته السابعة. نحن اليوم طبعاً موجودين بهذا الفستيفال حتى نحكي عن الفستيفال والتيم تبعه اللي هو التعايش. والفستيفال في مشارك فيه 111 فيلم من 74 دولة عربية وأجنبية. حتى نحكي أكثر عن الفستيفال وفعالياته باستضافتنا هلأ حالياً فنانة سورية متألقة جانيار حسن. أهلا وسهلا فيك جانيار. أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا فيك. كيف الصحة إن شاء الله؟ تمام؟ كله تمام لأني موجودة هون مثل ما قلتي المدينة الجميلة دهوك وموجودة بكردستان، فكله بخير إن شاء الله. جانيار ممكن تحكي لنا أكثر طبعاً للناس اللي ما بتعرف جانيار حسن؟ نحن منتذكرها بعدنا من فيلم باب الحار، صحيح؟ مزبوط. هلأ أنا يمكن لأني مشاركتي يعني شيء ما يخص الأكراد ما عندي أي مشاركة، بس طبعاً أكيد الباكجراوند تبع حضرتك هو أنا كردية كردي طبعاً سوري مثلي. أنا من نفس المدينة، صحيح؟ مزبوط، أنا كردية سورية من مدينة عفرين. يا هلأ. من رجأبة. فكوني مقيمة بالشام ودرست بالشام وهيك، فكانت مشاركتي بالتمثيل ضمن الدراما السورية فمقلة يعني، أو ما عندي أي نشاط بما يخص سينما الكردي، أو حتى بالنسبة لي هي أول مشاركة لي بفستيفال دهوك السينمائي. شغلة مثل ما قلتي كان باب الحارة وأكثر عمل سوري صار عرف بالمنطقة، يعني انه صار برا يشوف يسمعوا باب الحارة، فاكيد نعرف بين الاكراد كمان هون بالاقليم يعني انه يكون بيعرفوا شيء من باب الحارة. يعني الاوبننج تبع المهرجان حلو ما يكون هيك قاسي عن الحرب وهيك، لانه خلص مل يعني عرفتي بتوصل لمرحلة انه الشعب احيانا بحاجة لشيء هيك له علاقة بالحب، يعني شيء هيك بتحسيه بيعطيكي امل تفاؤل. فقصة الفيلم كانت كتير حلو. قصة الفيلم هي عن بنت هربانة من شنغال من الحرب وهيك، يعني خلينا نقول هي نفسها القصة اللي صرنا نعرفها، قصة الإبادة اليزيدية اللي صارت. تمام. بس تمام. بإخراج وإنتاج إيراني، صحيح. فهي عن فيلم فتاة كردية يزيدية بتهرب من الحرب، بتعيش قصة حب مع شوفير اللي بيطلعها من هاي المنطقة اللي فيها اللي هربانة منها. فحبيت الفكرة، يعني حبيت انه هي الفكرة تبع انه هي هربانة من موطنها وهربانة من كل شيء، وصار عندها هذا الشوفير يعني تعلق فيه، صار عندها هذا الشاحن بيقولوا له الكاميون او شيء هو تعلق فيه هذا الموطن، يعني صار عاشت لمدة كذا يوم بهذا مع هذا السائق مع هذا بهذا المكان بالشاحنة، فعاشت قصة حب، صار عندها تعلق بموطن جديد قطع، منلاقي انه حتى هون هي الحب ما كملت معه، بتروح لمكان تاني لمكان جديد لبيت جديد. فانا حبيت الفكرة كتير، حبيت انه هيك انه فيها تاتش حب، عرفتي من الاوبننج اللي يمكن اختاروا هذا الشيء بعيد عن الحرب والقتل والدمار، يعني لانه كوني انا على مدار 8 سنين بتعرفي نحن عايشين حرب بسوريا يعني، فحبيت الاختيار. نعم. طيب كيف انت بتربطي موضوع الفيلم كاميون مع التيم تبع الفستيفال اللي هو التعايش؟ هلا نحن حنفوت بالتفاصيل بموضوع التعايش كون هو متشعب كتير، بس انت كيف بتربطي كجانيار موضوع الفيلم مع فكرة التعايش؟ هلا فكرة التعايش يمكن مختارين الفستيفال هي الفكرة، انا حبيت الفكرة لانه يعني اول شيء مشاركة فيها دول كتير عربية، دول عربية، دول اجنبية، ايران، افلام من تركيا، فهي الاول هي الفكرة بدايتها هي بداية التعايش، انه نتعايش مع بعضنا كلياتنا. ومنهم احنا بنشوف يعني انا امبارح لما حضرت هاي الفيلم صار عندي مثل ما بيقولوا انه اطلاع على مثلا شو عم بيصير بسينما بالايران، يعني السينما الكردية بالايران، ممكن احضر شيء ثاني اطلع عليها بصير عندي افكار بصير عندي شيء، فهذا بحد ذاته هو تعايش. فحسيت حتى الفيلم اللي مختارينه هو يعني قريب من فكرة الفستيفال، يعني التعايش مع الحب، التعايش مع مكان جديد مع exactly. أنا بالنسبة لي هيك عم بحس إنه اليوم كون الإبادة اللي تعرضت لها يزيدية
خلينا نقول اليزيديين او الاباد اللي تعرضوا لليزيديين هن نتعايشوا مع هذا الموضوع تمام. وتعايشوا مع كون قسم كبير منهم تهجروا من اراضيهم، تعايشوا مع موضوع الظلم اللي تعرضوا له. بس كمان انه حسيتها فكره جديده انه الصبيه اللي كانت بطله الفيلم انه تعايشت بموضوع الظلم، بالاضافه انه صار عندها قصه عاطفيه بالكاميون ومثل يعني ما عم بستو يعني سوري على المقاطعه، هي للحظه حس يعني نسيت حالها انه هي هلا مهجره exactly. نسيت حالها انه هي طالعه هلا من بلدها وهيك، فعاشت الحب يعني وصار عندها هيك مثل ما بيقولوا فلات على اي شيء. فانا حبيت الفكره ومثل ما قلتي نحن بحرب، يعني انا مثلا عايشه بسوريا صار لي 8 سنين تقريبا، نحن بسوريا عندنا حرب انت بتعرفي، فرغم هيك بدك تتعايشي بده يمشي الحياه بدك تمشي، فهذا الشيء اجباري بده يصير يعني اكيد من دون تعايش ما في انسان يستمر. طيب خلينا نفوت اكثر على موضوع التعايش، الموضوع هو متشعب مثل ما ذكرنا اول اللقاء. ممكن التعايش يكون خلينا نسميه انه اليوم انا واللي مقابلي، يعني هي هي فكرة التعايش بالضبط، وأنا وأنت كوننا نساء بهاي المنطقة ومتعايشين مع كتير ظروف كأنثى أو كامرأة، أنت كيف بتعرفي عن موضوع التعايش وكيف بتشوفي أنه بيكون مناسب تفرجيها بالفن اللي هو حالياً أنت عم تعمليه من خلال السينما؟ هلأ أنا كأنثى كيف بدي فرجيه؟ أنا بحس أنه موضوع التعايش يعني هو موضوع ذاتي او له علاقه بال يمكن بالظروف احيانا اللي بتمري فيها، يمكن في ناس ما بيقدروا يكونوا متعايشين مع اي ظرف او هلا شوفي هذا الموضوع شوي كومبليكيتد اكثر بالنسبه للصبيه. نحن اليوم كأنثى بمنطقه شوي كونزرفاتيف، نحن بمنطقه ما بدنا نحكي بالتفاصيل تبعها بس كلنا بنعرف شو هي الضغوط اللي بتتعرضي لها كأنثى، شو هي الضغوط اللي بتتعرضي لها على الهويه، شو الضغوط اللي بتتعرضي لها للكارير، لكذا موضوع. فانت كيف بتقدري تتعايشي مع هذا الموضوع؟ هل انا بتعايش بحس بشغلي بطاقتي بالحياه، يعني حلو الانسان يعني يكون خلص انه انا عندي طاقه في هذا الطاقه بدي افرغها بمكان، ممكن كل حسب انسان وين بده يفرغها. يعني ممكن انا بشغلي بما انه انا بشتغل بالتمثيل بسوريا فممكن هذا الجزء اللي فرغ فيها هي القصه، بالحياه مع ممكن تفرغي هذا الشيء مع الاصدقاء مع رغم الضغوط نحن عم نتعرض لها. مثل ما قلتي انا مثلا بالنهايه انا عم بشتغل بدراما عربيه، ممكن هذا الشيء شوي يعني التعايش كان اول فتره صعب بالنسبه لي انه انا كوني كرديه الاصل وهيك، بعدين قدرت اتعايش قدرت اتخطى هي المرحله، قدرت انه لا انه ما في شيء مستحيل بهالحياه، بدنا نكون اقوى من كل شيء كله بيصير. يعني المهم مثل ما قلتي هو موضوع عميق كثير يعني، بس انه حلو الانسان يكون اقوى من اي ظرف بيمر فيه ويتعايش مع الظرف اللي هو فيه. هلا طبعا كان في يعني من خلال اطلاعي على البلان او السكادجول تبع الفستيفال كان في شوي هيك موضوع حساس ما بعرف اذا بنقدر بنحكي فيه، اللي هو موضوع المثليه، كون انه هو موضوع منه كثير دارج طرحه خصوصي اعلاميا او في المجتمع. كان في موضوع كمان انه هيك فيلم ينعرض، فهل انت بتشوفي انه هذا الموضوع كمان بيحتاج الى نوع من التعايش او هو موضوع كليا مرفوض؟ احكي لنا عن هذا هلا كليا مرفوض عن هذا الكونسبت بالذات. كليا مرفوض بعتبره مو صح، يعني انه انا يعني انكر شخص المقابلي انه لا انه هذا ولا شيء بالحياه وهذا لازم ما بغض النظر هو شو حالته يعني عرفتي. هلا هو مثل ما قلتي ممكن هذا الشيء ما بيرضي المجتمع، مو كل المجتمع بتتقبل هي الفكره انه هو انسان مثلي او شيء، بس انا من جهتي اذا ما تقبلته بس ممكن ما يكون رفضي له حاد، يعني انا اذا ما تقبلتك بس ما فيني يكون كثير حاده بالرفض لك، لانه في شيء بنهاية مشاعر، في إنسانية، في يعني هدول كل القصص بحس إنه يعني بتخلينا إنه نحنا ما نجرح الإنسان اللي مقابلنا. بس أنا ما يعني أنا ما إنه يمكن يطرحوا هاي الفكرة، يمكن المجتمع تصير عنده وعي أكتر لهاي القصة، يعني ممكن اللي رافضين هاي الرفض القطعي لهذا الموضوع
يكون عندهم شوي انه لا يعني اطلاع على هذا الموضوع، ممكن يغيروا رايهم، مو ضروري نتقبل. انا ما يعني كمان ما صحيح مو ما بس ماني ضد كثير، يعني انا مو ضروري اتقبلك بس مو ضروري انه الغيكي بالحياه، انا هيك فكرتي بالحياه يعني. فلا انا مع انه يعملوا هيك شيء، وليش لا يعني يصير عنا شيء بالمجتمع نطلع عليها. اكيد. وبالاخير الاعلام والفن والسينما والموسيقى اذا ما نتقبل الحياه بما فيها تماماً. اكيد ما راح تكون الرساله هي المرجوه منها. طيب فيكي تحكي لنا عن تجربتك مع باب الحاره؟ بصراحه انا عم بحاول انه ما انه اكون دائما بالتيم تبع الفستيفال، بس لا كمان هيك بعرف انه في كثير ناس بتحب تسمع عن هذا الموضوع. هلا انا مشاركتي بباب الحاره كانت بصراحه انا بعتبر لي انه هي نقطه تحول، يعني رغم هو عمل بيئه شاميه قديمه بيحكي عن قصص قديمه، يعني هو شيء يعتبر ما انه حاضر هلا. فانا اشتغلت اول جزء السادس والسابع، كنت بنت لايمن زيدان، فكانت اول مشاركه لي. نحن صورنا الجزئين مع بعض. هو شعور حلو بصراحة، يعني أنا أول ما اشتغلت فيه حسيته أنه مثل أي عمل عم اشتغل فيه. تفاجأت بالآراء، تفاجأت بصدى العمل يعني، وحتى بدوري. يعني أنا كان أول عمل يمكن بنعرض لإلي على محطة عربية مثل MBC، يعني هي محطة عربية، محطة مهمة يعني، من أهم المحطات تمام العالمية خلينا نقول، يعني مش بس على مستوى العربية. ببداياتي كان مهم لإلي يعني عرض عمل على قناة هيك، قناة مهمة MBC 1، مع عمل جماهيري. يعني هو ما فيك تقولي عمل نخبوي، ما فيك تقولي عمل فني بحت، بس هو عمل جماهيري، عمل شيء بين العالم. يعني بظن مو بس بسوريا، بكل العالم صاروا يسألون باب الحارة وشو باب الحارة وهيك. فهذا هاي الضجة بحد ذاتها عملت شيء لإلي، يعني إنه أنا لما اشتغلت وكملت معهم بالسابع والثامن، بس هلا هن موقفين المشروع لمدة فترة، ما بعرف إذا بدهم يرجعوا ولا لا. فأنا بالنسبة لي كان الدور اللي قدمتي فيه، ممكن تحكي لنا باختصار شو كان الدور بيتمحور عن شو؟ هلا اصلا بالاعمال، ما بعرف اذا اكيد انت بتعرفي، بالاعمال البيئه الشاميه بيكون عنصر النسائي شوي ما كثير مسلط عليه الضوء، يعني بيكون مسلط على ادوار الرجال، يعني صحيح. كونه هو بيئه قديمه و... هلا هو بنت عمي وبتعرفي اكيد. هلا بيكون الدور الذكوري هو البارز على الشاشه اكثر، بس بتكون الأنثى هي اللي عم تلعب دور الكواليس، عرفتي؟ تمام، بالبيت الكواليس، وهي اللي بتكون الموتور تبع الفيلم كله، عرفتي؟ انا هذا اللي بعرف. فانا سوري، بالسادس والسابع كان دوري بنت عائلة، كانت هي الخط العائلة جديدة بالعمل. يعني باب الحارة هي طيلة الأجزاء كان يمكن استمرار الشخصية أو الموت الشخصية، لا أنا هذا الخط كان كله جديد بالعمل، خط أيمن زيدان ومرح جبر وأنا بكون بنتهم. أول جزئين بنشوفنا هي البنت الطيوبة الحنونة اللي عندها أخ مثلاً، هو كان عنده مشكلة صحية، منبوذ من العائلة، بنشوفنا هي الحنية كيف عم تتوجه حتى للخادمة اللي عندهم، كانت كيف عم تظلم البنت وهيك. فمشوف هاي الشخصية البنت الطيوبة الحنونة. هلأ بالسابع والثامن بصير عندها شوي تحولات، يعني لأنه الأب يتوفى، فبصير عندها مرت أب، ست وفاء مصلي طبعاً حبيبة قلبي. فمنشوف أنه بصير عندها بقى بتتجوز، بصير عندها تجوز، يعني لما تتجوز بصير عندها هيك ردة فعل انه لا انا القويه وانا الامره والناهيه بالبيت وانا اللي بدي استلم كل شيء. فبنشوف هون بقى احداث وقصص هيك، احداث نسائيه يعني، الحتوتك لحتوتك نسائيه. هلا انت عندك بلان انه بتكملي مع باب الحاره في حال صار في اجزاء جديده بالمستقبل؟ هلا هو صار يمكن من فتره شويه خلاف على باب الحاره، يمكن شركه انتاج ثانيه اخذت باب الحاره، بس انا كوني بلشت معهم لا بظن انه لازم، اذا هن الشركه الاساسيه اللي اشتغلت معهم المنتج بسام الملا، طبعا هن كمان من اكراد سوريا يعني بيت الملا، فبظن لا انه من يعني اصول المهنه كوني بلشت معهم اختمها معهم، يعني اذا هن كملوا تصوير باب الحاره. يلا ان شاء الله نشوف بالمستقبل اعمال ثانيه وباعمال ناجحه اكثر. طيب انا هلا بدي ارجع للفستيفال كتنظيم. اليوم نحن جايين على بلد
خلينا نقول انه من جديد صارت انه تمام. تطلع عالميا وصار في قبول عالمي او اقليمي للاقليم بصوره عامه. فكيف شفتي التنظيم؟ هل هو بيرتقي لمستوى الفستيفالات العالميه اللي بتصير في فينيسيا وكان وهيك، او خلينا نقول على مستوى المنطقه العربيه اللي بتصير بمصر وبلبنان وبغير دول؟ احكي لي عن رايك. الفستيفال هي دورته السابعه على ما اظن، صح؟ مزبوط، الدوره السابعه. يعني هي الدوره السابعه بالنسبه لاقليم كردستان. مثل ما قلتي هن يعني ناس جداد على هي القصه، يعني قصه السينما والفستيفالات وهيك. ما كانوا قبل في عندنا سينما قديمه اوكي، بس نحن ما كان عندنا مهرجانات ويهتموا بهي القصص. مقارنه انه هي الدوره السابعه فانا لقيت تنظيم كثير يعني ما يعادل بمهرجانات عربيه صراحه ضمن اللي عم تصير يعني بمصر. تمام، هي لا يقل عن اي مهرجان تاني. يعني ممكن في بعض الامور بصير سوء شوي التنظيم او اي شيء، فهذا شيء لا يذكر يعني، بس بشكل عام فكان البارح الريد كاربت والاوبننج واختيار الفيلم للاوبننج والشخصيات المدعوه وهيك كله كان صح وكان التنظيم جيد. وبتمنى هيك ان شاء الله يضلوا يهتموا بهي الموضوع السينما والمهرجانات ويهتموا بالممثلين الاكراد بالمغنيين، فانا بتمنى هذا الشيء يضل مستمر. يعني ممكن لقدام يكون نجاحات اكبر من هيك، وانا بتمنى لهم التوفيق. وبالعكس انا بنبسط انه لما اقليم كردستان بما انه هي يعني اقليم يعني ما صار له زمان، يعني نحن لما نشوف مهرجانات عربيه هي بيكون دور دوله عمرها كذا سنه مئات السنين وهيك، نحن من 91 بظن الاقليم، فهذا الشيء يعتبر انجاز يعني انه من 91 هي الدوره السابعه كمان للمهرجان، فشيء كثير مرتب يعني ومنيح. فان شاء الله بالتوفيق والنجاح دائما يكونوا مستمرين بهذا الشيء. نعم ان شاء الله. هلا يعتبر الفن عموما والسينما خصوصا هو رساله انسانيه حتى نوصل فكره معينه بطريقه حضاريه اكثر. يعني اليوم نحن عم نشوف السلاح والقوه والخراب، هي صارت الرسالة المختصرة لتوصيل فكرة معينة. فاليوم مثل هذا النوع من الفستيفال أو الفستيفالات، هل برأيك أنه بيخدم القضية الكردية؟ هل برأيك أنه هذا الفستيفال ممكن يعطي رسالة أو يوجه رسالة للمجتمع الدولي أنه هاي نحن موجودين بأقليم كردستان، هاي نحن عم نعمل فستيفالات بهذا الرقي، نحن في عنا تيم كتير مهم اللي هو التعايش. اليوم التعايش يعني معنى وكلمة كتير حضارية. اليوم انت تعايش يعني انت ما بس بتثبت نفسك وبتلغي اللي مقابلك، يعني انا بتقبلك بكل احوالك. فهل انت بتعتقدي انه هيك نوع من الفستيفالات ممكن تكون رسالة تخدم القضية الكردية؟ هلأ هو اكيد كل شيء ما يتعلق بالسينما هي رسالة. يعني هلأ الرسالة في إلها كذا توجه، ممكن يكون توجه هلأ، بس أنا بظن الفستيفال هي توجهها هاي السنة هي التعايش مثل ما قلتي. نعم. رسالة المهرجان بمجرد أنه في 117 دولة على ما أظن، ما بعرف عدد 111 دولة بالضبط. أنا حسبتها. اسمعي، في عندك 50 فيلم أجنبي، في عندك 41 فيلم كردي، وفي عندك 19 فيلم عربي. تمام. من 74 دولة. فهذا يعني 74 دولة مشاركة بهذا المهرجان، هي لحد بحد ذاتها رسالة انه نحن موجودين ونحن عم نعمل وعم عم عم نحاول، ولو هي ما انا بيرفكت التجربة بس انا مع انه المحاولة، فهي بحد ذاتها رسالة يعني. فأكيد إلى رسالة المهرجان، أول رسالة إنه نحن موجودين الأكراد، نحن حاضرين ومنلحق على كل شيء. وثاني رسالة هي رسالة التعايش، مثل ما قلتي إنه أنا متعايشة مع أي شيء بالحياة، مثل ما أنت بتتقبليني أنا لازم أتقبلك، ما فيني ألغيكي ولا أنت فيكي تلغيني يعني. فهي رسالة كتير مهمة. وقلت لك الموضوع اللي طرحتيه علي من شوي انه هو موضوع المثليين، يعني ف
فكتير حبيت الرسالة، لأنه لا يعني لازم يصير عنا انفتاح على هاي القصة، أقل شيء وعي لهي القصة. يعني في ناس ما بتعرف، يمكن لهلأ في ناس ما بتعرف، بتسمع بالمثليين بتقول لا بترفض بدون ما تفهم الأسباب. يمكن في أشخاص وصلوا لهي المرحلة نفسياً، في مشاكل صحية، مشاكل نفسية، أكيد ما الإنسان بيوصل لهي المرحلة لا عبس يعني انه بس هيك انه انا حابب يصير هيك، عرفتي؟ فانا مع هاي القصص، وان شاء الله هيك رسائلهم ضل مستمره، وانا كثير مبسوطه لاني بهذا المهرجان وفي هيك رسائل. يعني طيب مين كان من الناس اللي كنتي حابه تشوفيهم؟ طبعا كون انه المهرجان بيضم دول عملاقه بالسينما مثل مصر، مثل تركيا حاليا فايته بمسلسلاتها، مثل دول اوروبيه ايطاليا فرنسا وغيرها، مين كان مثلا برأيك أو ببالك تشوفي والتقيتي فيه؟ انا بصراحة سمعت بأسماء كبيرة انه كان المفروض تحضر المهرجان، بس لهلأ شوي في خلينا نسميه عدم وضوحية بالحضور. ففي عندك سوري حدا انه انا صلي 3 ايام بمدينة دهوك، عم حاول ابني علاقات. قلت لك انا يمكن سبب زيارتي لهذا المهرجان مو بس انه اجي على الريد كاربت وهيك، انا حابه انه اعمل مثل ما بيقولوا علاقات، اني اتعرف على ناس، اتعرف على مخرجين اكراد، حابه اشتغل بالسينما الكرديه يعني. فعم حاول اعمل ابني علاقات واتعرف على عالم، مع انه شوي عم بلاقي صعوبه باللهجه، يعني كوني لهجتي شوي مو قريبة كتير منهم، هن عم يفهموا علي بصراحة بس أنا ما عم بفهم عليهم. ففي أشخاص ما بعرف مين هن، اللي أسماء اللي كلها متواجدة، لأنه أنا ما بعرف، يمكن أسماء في اسم تقولي لي أنا ما بعرف مين هذا الاسم، قلت لك لأنه أنا بعيدة عن جو الأكراد. فأنا محاول تعرف، مثلا تعرفت على المخرج اسمه مامات أكتاش، فكان قبل ما أطلع على المهرجان عم بحكي مع صديق كردي اللي هذا المخرج لازم تتعرفي عليه. فأول ما وصلت على المهرجان طلع بدي هذا الشخص، أنا لازم أتعرف عليه، وعم حاول أتعرف لسه على العالم. هلأ مين العالم موجودة لسه يمكن ما اتضح، بتعرفي أول يومين بيكونوا ملبوكين مضغوطين بالريد كاربت والأوبينينج وهيك، فبظن يمكن بعد الأيام يبين شو مين الشخصيات الموجودة. طيب هلأ نحن وصلنا لختام تغطيتنا لليوم، في عندك شي رسالة أو شي حابة توجهي لمشاهدي قناة زاغروس الفضائية ولأهل دهوك وأهل كردستان عموما؟ هلأ من شوي سألتيني سؤال إنه شو كنت حابة يكون موجود بالمهرجان؟ نعم، كنت حابة يكون موجود بالمهرجان شي يعني بيخص الأكراد سوريا بصراحة. صحيح. ايه يعني نحن هلأ أكراد سوريا يمكن عم نعيش بعفرين مثل ما بتعرفي، وهيك في شي موصلت عليها الضوء كتير أو نعم. معتم إعلاميا، معتم شوي إعلاميا. نعم. فكنت حابة شيء بما أنه هو السينما رسالة، يا ريت لو عنا شيء فيلم سينما مثل رسالة للعالم أنه شو عم بيصير عنا برجأبة. هذا الشيء اللي كنت عم أتمنى. السؤال الثاني سألتيني إياه الختام اللي هو شو حابة أقول. أنا أول شيء بتشكر إدارة المهرجان، إدارة مهرجان دهوك على هالاستضافة الجميلة، أنا كتير مبسوطة بكمية الحب والطاقة الموجودة بين الكل. تاني شغلة مدينة دهوك أنا لسه ما تفتلت فيها كتير، اليوم مقررة أتفتل فيها. مبسوطة يعني مبسوطة بتواجدي بهاي المدينة الجميلة، حابة لسه أزور سليمانية وزور أربيل، كل هدول المناطق. وبتشكر قناة زاغروس على هاي الاستضافة، إن شاء الله يكون هيك ضيفة خفيفة على الكل، وبتشكرك لك أنت كمان جانيار حسن، شرفتينا بالتغطية اليوم، وإن شاء الله نشوفك بباقي أيام المهرجان. شكرا لكم، تسلموا. يا أهلا وسهلا مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة، تابعونا لمزيد من الأخبار.